السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منهج الصف الأول الابتدائي فن وإنجليش، منهج دولة الكويت الشقيقة، ليسون 6، الدرس الثالث السادس، بيج 29، صفحة 29. النهاردة هنتعلم حرف التي. اتعلمنا في الدرس الثاني اتعلمنا في الدرس الثاني حرف ال H، وفي الدرس الرابع اتعلمنا حرف ال L، وفي الدرس السادس هنتعلم حرف ال T. يبقى احنا بنتعلم حرف في الدرس الثاني والرابع والسادس والدرس الأول والخامس، الدرس الأول والثالث والخامس بتعلم حاجة في الدروس. طب look and see، انظر وقل. تي تي كابيتال، تي كابيتال، تي سمول. طيب ده اسمه قطر، القطر يعني تري. ترين، ترين يعني قطار. طيب هنا هننظر وهنقول look see and use، انظر قل واستخدم، هنبص وهنستخدم وهنقول وهنستخدم. تي فور ها، تي فور ايه يا ولاد؟ تايجر، تي فور تايجر، 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 يبقى تي فور تايجر. عندي الثلاثة دول، الثلاثة دول اللي عندي في بعين. ها دي تاني واحدة أسنان، تاني واحدة أسنان. تي فور تيث، طيب دي خدناها قطر يعني ترين. تي رين، طيب دي سحلفاء اللي هي ترتل، يبقى تيث ترين ترتل. بعد كده التمرين اللي بيقول لي تريس اند كوبي، امشي على الخطوط وانسخ تحتيها. حرف التي يا ولاد عشان اكتبه هحط القلم اول حاجه على السطر الاول وهنزل بيه لحد السطر الايه الثالث، بعد كده احط القلم هنا من السطر الاول وامشي بيه ناحية اليمين، سهلة جدا. على الأول وانزل بيه للتالت، والأول وامشي ناحية اليمين، من الأول انزل بيه للتالت واحط القلم وامشي بيه ناحية اليمين، أو حط القلم على السطر التالت وامشي التاني وانزل بيه للتالت، حط القلم على السطر الأول وامشي بيه ناحية اليمين. تو يعني اتنين. طب يلا نعمل لوحدين. اهو القلم على السطر الأول وانزل بيه للسطر الثالث، واحط القلم على السطر الاول وهمشي بيه ناحيه اليمين، السطر على السطر الاول وهنزل بيه للثالث واشيل القلم من هنا، احط القلم في الحته دي اهو، ادي السطر هو اللي عملناه، همشي كده اهو شويه بس ما تمشيش بالقلم اهو، واروح مايس دايس على القلم وهمشي بيه ناحيه الايه اليمين كده. طيب من هنا لهنا بشيل القلم، القلم على السطر الاول وانزل بيه للثالث،
واشيل القلم، احط القلم هنا وامشي بيه ناحية اليمين هنا واشيل القلم، احط القلم على السطر الاول وانزل بيه ناحية اليمين ناحية تحت الحد الثالث واشيل القلم، احط القلم هنا وامشي بيه ناحية اليمين واشيل القلم. طب التل سمول نفس الحكاية، احط القلم على السطر الاول وانزل بيه لحد مين؟ الثالث، واعمل شفطة صغيرة كده. طيب بعد كده احط القلم على السطر الثاني وامشي بيه ناحية اليمين. يلا مرة تانية من الأول لحد التالت على السطر التاني وامشي بيه ناحية اليمين. يلا أحط القلم على السطر الأول وأشيله منين؟ من التالت. القلم على السطر التاني وناحية اليمين. يلا القلم على السطر الأول وأشيله من التالت. القلم على السطر التاني وامشي بيه ناحية اليمين. يلا لوحدينا، يلا على السطر الأول وأشيله من التالت. يلا السطر التاني ناحية اليمين من الأول للتالت، السطر التاني ناحية اليمين، من الأول للتالت، السطر التاني ناحية اليمين، من الأول للتالت، السطر التاني ناحية اليمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.